السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عندنا برنامج حقيقي كبير بيبقى فيه معلومات كتير جدا وفيه أسطر برمجية ممكن توصل ل100,000 سطر، فصعب جدا يكون في ملف واحد، فلازم يتعامل على كذا ملف. طب لو كل ملف اتعمل مستقل بذاته ما بيقروش بعض كده هيبقى في مشكلة. ففي لغة الرنج بنقدر نقرا كل ملف. خلينا نشوف الموضوع ده عامل مع بعض. خلينا نعمل ملف كده هسميه مثلا x1، تمام، سيف. الملف دوت هنعمل فيه دالة فانكشن هنسميها مثلا اكس، تمام، وايه وهقول له الدالة دي لما نستدعيها هتديني كلمة give me five. تمام، خلينا نشغل الدالة ديت نشوف ايه اللي هيحصل. لا شيء، على اساس ان انا لسه ما استدعيتهاش. تمام، انا عملت له الدالة بس لسه هو ما استدعيهاش، فعشان استدعيها هقول له اكس، بس لازم احط بعدها قوسين عشان يفهم ان دي دالة، من غير قوسين هيفهم ان دي حاجة جديدة وهو هيجيب لي سيد خطأ. فاشغل فيقول لي جيف مي فايف. طيب انا هلغيها من هنا، ابقى بس فيه المتغير دوت التعريف الدالة، وهقول له اعمل لي ملف جديد. المرة اللي فاتت خليناه اسمه x1، هنخلي ده x2، تمام، سيف. طيب خليني وانا هنا اقول له استدعي لي الدالة اللي اسمها x ديت، شغل يقول لي ايش تريد انت، ايش تريد انت، ايه اكس اول مره تشوفها، دي موجوده في ملف تاني خالص. فاقول له ما تزعلش نفسك، خليني استدعي الملف التاني اللي هو اسمه لود، دي داله بستدعي بقى اي ملف انا عايز اشتغل عليه، واقول له روح لاكس اكس 1، تمام، دوت رينج، استدعي الداله ديت، استدعي الملف دوت، تمام. هو كده استدعى الملف، تمام، وهنا بيطلب ان هو يشغل الملف دوت، يطلب ان هو يشغل فاكشن ديت، تمام. فلما شغل كتبها، تمام. دي فكره ان انت تقدر تاخد اي معلومه او تعرف اي داله من الملف التاني اللي هو موجود هو x1، تمام. هنا x1 موجود، فهو استدعاه وكتبت مرتين، لان هو استدعى الملف مرة وانا طلبت ان هو ينفذ الدالة دي مرة، فبقى موجود مرتين.